السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده من المواقع القوية في البحث العلمي. أولا في كتب كتيرة جدا في البحث العلمي، تقدر تعمل سيرش عن أي موضوع ويجيب لك الأوراق المهمة، هو منظمه بشكل حلو. دي مثلا حاجات الترند في الفترة ديت، دي أهم المؤتمرات اللي موجودة، دي أهم الجورنالز. طيب الميزة اللي فيه برضه إن هو فيه ذكاء اصطناعي، ممكن يكون عندك ملف معين فتعمل له أبلود وبعد كده تناقشه في الملف دوت. يعني خلينا نعمل ابلود، وبعد كده هفتح الملف هتلاقي حاجة هنا اسمها كوبايلوت او مساعد الطيار، بحيث ان انت تقدر تسأله أي سؤال وهو الذكاء الصناعي يبدأ يجيب لك الإجابة من السؤال دوت. ممكن تحدد أي حتة أنت عايزها برضو بالشكل دوت وتقول له لخصالي أو اكتب لين تكست، تمام، علم على أي جزء أنت عايزه وخليه يلخصهالك ويجيب لك النقاط المهمة في النقطة ديت. يعني مثلا اهوت تعمل الجزء ده مثلا اهو وتقول له اكتب لين او ريليتد بيبر، هو يبدا يجيب لك. كانك خدت الكلام ده ورحت للشات جي بي تي وقلت له اعمل لي ريليتد بيبر، هو بيختصر لك الوقت. طب الكوبايلوت ده اصلا موجود ككروم اكستنشن وينفع تبقى موجود في اي ملف لو انت مفتحتوش او في اي صفحه انترنت، هو بيبقى موجود على طول اول ما تسطبه هتلاقيه موجود معاك اللي هو دوت. هسيب لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو في الوصف، مجرد ان انت تسطبه هيبقى موجود معاك في اي ورقه بحث علمي هتلاقيه. وزي ما شفت هو جاب لي كده البيبر كلها اللي ليها علاقه بالبحث.